سيد الوزير راك مقلق، جيبوا له قهوه. حنا كيش حنا ولا راك مقلق نجيبوا لك قهوه؟ وراه ساجدين. خرج زعف سيد الوزير راك مقلق، جيبوا له قهوه. حنا كي شفنا مشروع قانون يعدل القانون التجاري، هذا العنوان، ولكن لما بدأنا نناقش ونتدارس لقينا للأسف الشديد يقتصر على باب من فصل فقط. حنا نقعد سيد الوزير، لابد أن يتسع صدرك سيد الوزير. سيد الوزير راك مقلق، جيبوا له قهوة. ولا راك مقلق نجيبوا لك قهوة؟ سيد النائب معليش بصح سؤال سيد الوزير، هل من حقي أبدي ملاحظات أم لا؟ تفضل سيد النائب. بصح من حقي أنا أتكلم، يزيد فضلك. تفضل سيد النائب تفضل. نحن هنا لسنا هنا لنصادق فقط. أستاذ عز الدين تفضل أكمل الله يجزك. أنا ملاحظة أبديها أستاذ عز الدين، ثم خلال النقاش قل بلي الملاحظة غلطة ولا صحيحة. أستاذ عز الدين نعم أكمل جزاك الله. وراه ساج الدين خرج ساج الدين زحوف وراه زعف يا شاد كذا. جيت باش نقول له يا ولدي باش نقول له برك بلغوه بلي أنا قلبي كبير وأسعكم جميعا والله العظيم وأقولها صادقا، وإنما لازم تعرف بلي حدث أمتيت انسيدان قبل ما ندخل الجلسة مع واحد من زملائك من النواب للأسف. هذه علاش دخلت شوية منفعل. فوالا مدام زيا اللي جاي الآخر صرا أمتيت انسيدان، وعلى كل حال الإخوان متكفلين بها وما نزيدش نتكلم على الموضوع هذا خلاص.